الخروج من موضوع النص هو أدب خروجه كما يسمى في اللهجة. موضوعنا لهذه الليلة مع الأديب محمد ولاكا. مرحبا بك محمد. أهلا، كيف كيف لو أحمد يورا قال في الغنى والشعر بدي كرهني في التلمود عبي لغنى ما لغنى مات لغنى تجوليها به ما تبغيه مغرش عنها الشعر اللي ما تبغيه ما خارج حد أشعر منه. نفس المثال طبعا. هذا في الموضوع مثال ثاني فيه تقول لي حنينة. هذا الموضوع محمد داكا موضوع ياسر عند المغنيين، اللي هو موضوع خروجه. موضوع ما نعرف خروجه أصلا، اللي ما هو ممدوح حتى. عاد أنتم المغنيين رواية ممدوحة وزينة، ذاك لماذا خروجه؟ ذاك مقصود من المغنيين به اللي ذمنا تعرفه يبغوا فيه راغم فيه التشويق، ذاك من التشويق سابق تم تكلم الرقاج عنه شي معين عن رواية جدية لين تعقب دخله رواية هزلية ما يبين ليدي، ذاك هو المقصود. معناها عنك هاي مشيت وجيت وريت وعدلت ومشيت انا وخلق ده هو اللي كنا مفروغ نسوله. منه. شفنا احنا الصال المتلقين كنا نسوله عن القصه، تمينا ننتظر نهايتها لين ترصفوا بنا شاور رواية اخرى ما كانت في الموضوع. من درى كان فم امثله هذه النصوص اللي ينقال لها خروجه، كانكم تستحضروا والله من بعض الامثله. والله يقولوا فيه عندي يقول فيه طلبت الملك المنان في الفنون لفتح العجلان، الفتح اللي منه نبتان في الفقه وفي النحو السوية وفي علم المنطق والبيان والسيرة والعربية. وهذا في أنا ما يشيان لين يريدوا بالكلية عربية لله السبحان، ولما رادوا عربية ذاك الفتح ندوروا بالكل يدوروا لي فرول فيا ونعود نقول نتم نتكلم فات وترد لي. الله لا، هذا ما هو اللي كان في الموضوع. فتح كامل النحو والألفية والصرف وذا كامل تحول شرع مكالمة مع فاتو في الولفية عنصر في الولفية. هذا عنصر تشويق مهم جدا. نص الشعر دائما نص لغنى في العادة، والله النصوص الغزلية في العادة تعود عندها وحدة عضوية، إلا والله في هذا النوع من الأدب حق نعود فيه خروجه، عد فيه عنصر مفاجأة كذا عنصر عنصر مفاجأة. مفاجأة عنصر مفاجأة حق. الحقيقة ما هو أنتم المغنيين زين عندكم غير فنيا، بعد أصلا ما زين رقاجي تم كيف أنت داير شنو الصور تقلبهم على دولة معينة، تم من تجيب صورة أخرى فما كانت في الموضوع. زين هذا لا يفهم إلا الأذكياء. أنتم عندكم فيه شيء نوع من نوع من عندي الأغراض والله عندكم فيه انتم شخصيا كتبتوا عندي فيه طلعت الفتح اللي حكيت له، وعندي فيه هاي طلع لكم انتم والله يعني هاي متاجين. ولين احكي لك فيه طلعة هون عندكم فيه طلع امثله مغنيين موريتانيين. والله لين احكي لك فيه هون الطرماح ومتنبي وهمام وغيلان ابدي الشعر عيا وخوضوا فيه صيفة وخريفة وشتو ومرور قيس الصخ اللي هساسو للشعر حتو والمعري ما يوحاذ واللي هو علقمة شاعر حتى، لكن هذا هو الشعر منه عيشت. الله لا، اشعار من الصيك ما هي واحد هذا شعرهم هم شفت هاي فكرة شعرهم هم الشعر هي ما واحد. نعم هاي الفكرة كيف فكرت ولا أحمد يورا لأن هذا الشاعر عاد ياسر من الشعراء اللي غيبين في الشعر اللي موقف الغاية في الشعر وعندهم كاملين إلى التافريت التالية قال، لكن هذا هو الشعر منه عيشت. أشعار منه عايشته هي واضح عنها أشعار منه عايشته. بالنسبة للشعر العربي طبعا دائما تعود فيه خاصة الشعر القديم والشعر الكلاسيكي تعود فيه مقدمة طللية، قال هاي المقدمة تجاو أبيات شوي يعقب رأيك النص تجيها، ثم صار يتعدل العكس ثم ينتهى النص له يوفى. لماذا ينتهى النص له يوفى؟ ما حدكم تشوفوا الموضوع. شفت السامع، لكن اللي مهم سامع اشبه فيه لا يبقى في راسه لا ياكل جيد، وذاك الجيد زين فيه يعود يعقب فيه ياك يعود يعقبه المسامع. هو الواسع الخلاصه شبه لا خلاصه تعود في النهايه في النهايه احسن، ولذلك قاعد موضوع خروج اساسا دائما تعود الله تعود الله في النهايه. وخارجه عندي طالعه هون في تعالج موضوعين لا في مجال خروجه غير شفت عضارك عن في المديح
يعني خروج وبعد انت ما لا تقول للمشاهدين خروج خروج وما ما هم غارين عليهم. معناه يعني نحن ناخذنا عن الموضوع حالا موضوع خروج اللي هو موضوعنا معناه عنا ما ينعد ما عادي عادي ذاك من الجديه ما لحد وحال فيه ما لا يقلب حد عن الشر. تفضل تفضل. تقول ايه طلع بدت بالغزل وعقبت في الشكر كيف 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 اللي خلق في الشعر هاك تبع الله في الشعر ما ياسر الغنى والله انا بعد ما قد سمعته فيه نقول عندي الريم اللي نختار نبغيها عن غايدات الدير ايوه ونجيها مشور التيسير الاكثر فيا كل شيء وبهمي في التيسير كبير والله ما مارق فيا لمبات في تيقندول السير في الظالمه والبرد حميه ما هو مارق فيا غير وته البدي ذا هي أيوه. ترفدني شوره لي وتصير في همي وتشيل عليا ولا خسرت والله دار تجيها براك يا عربيه لمبات عليا وخسرت في التيسير الهم لي هذه ام اللي تروس يقول هذا عدم محدث الموضوع عدم محدث الموضوع فالنص الشعري الحساني هو بالفعل كي قلت عنصر عنده عنصر تشويق منها عن الأديب هنا تياها يختار ياك ما يمل المشاهد يختار يجيب له شيء أخر ما كان قاعد راعي أي سنتات بغزل وعقبتها بالشكر ما رأيك أن نأخذ بعض المكالمات؟ نعم 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا جبار. مرحبا أنا قطعت المكالمة هذه المكالمة أخرى. نعم نعم ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله معاذ تبارك الله. انا الساحل والله ذاك الشعب معاك اختيرك تفرفرو تختيره اختيرك تفرفرو لي حتى اها شكرا. هذا لا هو خروج وبعد قبل طلب يا اخوي مرحبا مرحبا نحن موضوعنا عايد خروجه فهمت اللي انت تقول ان الروايه ما هي في الموضوع لا خروج وبعد زلو خناق انا رجع شيء يسموه زلو شنو؟ تتأكد هذا الموضوع شو دخل هذا واحد بيواك خروج بعد زين؟ إيه معناه أنك كل ما مشيت عن الموضوع جبت لنا رواية أخرى ما كنا نتوقعها كل ما كنت في الموضوع. إيه زين الله. تفضل نعم. أنا كل حال محييك الشادي معك حسن. أيوة. شكرا لنا. أنا أحكي يعني جا طلع يقول مشيت يوم عرنية ماني عارف شنو هي. إن شاء الله. راح وقع ويعرف وطلع خلات عنده واحدة فيها ياس من الحرور وفيها ما يجيب شي ما نعرفش لكن لا خروج أمي مرحلة لا ينقضوا بعد لا ينقضوا في طال شوف لهنا عقب نعدروا نهاية الحلقة عقب نعدروها ماجي والله نعدروها الحرور والله نعدروها فهمت إياك نثبت للمشاهدين بالفعل عن الحلقة عنها موضوعها موضوع خروج لا يقوم التاني ماجي من بعد ايش رايك نعقب نحوله موضوع الحلقه عشان ماجي والله المهم بدي اسال فنانك والله 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 راجل ان شاء الله بدع والحلقه ها املنا انها تعود ممتعه وراني اتمنى انه مدي ان شاء الله نجاح في البرنامج ده يخرج ان شاء الله ان شاء الله مليون هذا ان شاء الله شكرا ان شاء الله بعد دور نهايه الحمد لله ان شاء الله يكون الشهر مليون ان شاء الله تعالى ان شاء الله ذاك مالي لا خروجه ذاك مالي لا خروجه شكرا جزيلا. شو المشاهدين يبدو انهم فاهمين الموضوع وبالتالي دائما يمشوا بينا شارة خروجه نختاره ما دام من بعد تنطلبت الطلعة اللي عنا اللي خارج عن موضوعنا اللي كنا فيه وربما تكون فيه به اللي هو موضوع خروجه لأنه نخلو عنه نعود دخلناه وليهم يدخلوهم ما ينعود دخلناه وبالتالي نختارك تحكي لنا الطلعة اللي قال لك هو طلب مشيت اليوم على نية ماني عارف شنو هي نسدر فوهام الحية ولاني قاع مطر الشهاك بشروطي كنت وحولي يوم مسواكي كنت معاك ولا قد الفيدية مشي بيه صحة تياك وتسداري ذاك اللي ريت حد شطن بالي الفكاك لين نسيت شروطي ونسيت حولي يوم نسيت المسواك زين حط لين احكي عقبها طلع هون فقدتني بيها تقول بيتي مر علي ولا عاد رزية وانا العشية لا بدالي من بيت نكمي فيه ومية نكمي بيها اللي جيت غير شكيم جيتي ما فهم اللي عزيت وانا غادي بيتي وتاري ما تكمل نعم
من درى موضوع خروجه كانوا هو اللي فضل المغني دائما عنه يتم يقول عن من درى كان أحسن عنده يقول طلع موضوع واحد مباشرة غزل والله والله فخر غرض من الأغراض يقولوا مباشرة والله يعدل لها موضوع خروجه أيهم أحسنك والله كل لكل مقام مقال فعلا لكل مقام مقال غير الشاعر ذاك اللي له عبر له هو عن صورته اللي في خياله هو اللي له والناس هم اللي ذواق فيها شيء الناس فيها شي ذوقوا لا خروج أدب خروجه هذا وأدب التصمير فهمت وفيها شي ذوقوا لا المكفي مقفي كيف كيف عندي فيه طلعه هون تقولي ليش مغليك علي يقطع بيك وشو الساين بغيك ما كنت ترتاح زينك خم تنسويك الشعر الملياح الشيطان اللي فيك الفلياح بدا راح مانك زينه ومراه بعيد من الملاح وتنسوي الشعر وبلي يصير فلياح هذا بعد مصروف عن ظهرته نعم هل مكالمه جديده نعم 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 نحن معكم مع الهواء مباشرة نعم برنامج أدب وتراث عليكم السلام تفضلوا طبعا مقفي زاده ولا قريب من خروجه غير موقفته هو ربما نعدلوا قاع حلقة خاصة عن المقفي قولي لي راجل جاك شي دور هو ذاك تي مالك هاك مرقم من سمينة وعارم الشمين لقاك وتخين وشوين رواسك المشاكلة رواسك المشاكلة تحدوا لك لذينة وفيهم كل بلد منه فيه سنينة طبعا مال. الله تشغل لي ملقاك على اللي يمشي ما هو موضوعنا هو خروج الله يبالله نعم نستقبله مكالمة نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نعم ما شاء الله بخير تبارك الله اها شكرا تو شاكرك على الاتصال اسمك الكريم؟ اسمك الكريم؟ جدي مريم مرحبا مرحبا بك مريم مرحبا انت ما تحفظيش من خروجه؟ موضوعكم الليله موضوع الحلقه موضوع جيد ما شاء الله وزين وقناه الساحل انا عاجبتني شكرا جزيلا لك عاجبتني وزينه عندي شكرا عاجبني التقاعد على كل حال تبارك الله انك صحفي ما شاء الله جيد شكرا وان كان هذا لا خروجه بعد اللي تقولي مداخلتك في الموضوع قبال به اللي في خروجه ما له حق ما له في الموضوع الله يقع حق خروجه لا خروجه يقع الزمع خارج لا خروجه لا نصدر يا ولدي لذيذي وخولي كم نقنع محمد لابنه محمد لابنه محمد لابنه والحميدة والله محمد لابنه والحميدة يلي له طلع زينات لا هو ما عنده وقع ما نعرف كان عنده طلع معهم زينات انا بعد ما انا متفقد له طلع معهم زينات اللي عدد لذيب ما يحفظهم شكرا لك طبعا محمد لابنه انا ما اعتقد انك تحفظ الطريق مهم زينه محمد لابنه ما عنده موش زين طبعا مندرا كانت تستحضرك طلع محمد لابنه حبه ذلك كانوا في الموضوع ما نستحضرك شي في الموضوع بعد محمد لابنه والحميده مذكور الناجي عاد هيك المولع فيه ناجي وانا ذا عندي ندرك وموسع فيها ناجي فيها قاعد لي ما نشكر في شي وساه الناجي والناجي خويا ويشير وصغار مني والخوي الصغير عذر امان الله ما كبير على الناجي تجداجي والناجي خويا لا تدير شي في اخلاقك واللاجي
طبعا عنه حمل ابنه عنه لا شك انه عنده كثير من خروج زاده. نستقبل مكالمه اخرى. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله بخير تبارك الله. تفضلوا. نعم اها تفضلوا. ها؟ قال اني خليك جماعة الصحابي. شنو؟ ما سمعته. مع كثير كثير. معي؟ قطعت المكالمة. أمثلة أخرى من خروجه كانت موجودة. قالوا قوم التيسير. ايوه شو قالوا؟ طلع لي يعقوب بالبو قالوا قوم التيسير بهم مثل تشيشير اني رايت تسومير وانقلبي قاع انسل وكحل وانحل يا غير لعدتك حل وانحل والله بالي مصدوف ذا كامل ما يقتل اللي يقتل معروف عن نياله مثل انا يعني؟ قالوا قوم التيسير بهم مثل تشيشير اني رايت تسومير وانقلبي قاع انسل وكحل وانحل يا غير لعدتك حل وانحل والله بالي مصدوف ذا كامل ما يقتل اللي يقتل معروف عن نياله مثل. الله يلا. نعم مشاهد. نعم نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك زبير المختار. معي؟ معك زبير المختار. تفضلوا. نعم شرفنا بكم. ألو؟ نعم معاكم تفضلوا. معك زبير المختار. زبير المختار تفضل. لا شك أن موضوعكم هذا مهم زين رائع. أيوة أنا ترى في زميلاتي ببعض الكاتبة لا شك أن موضوع خروج. موضوع؟ خروج خروج الموضوع موضوع خروجه حق بعد لا أقول فيه شيء توه قول شيء من خروجه ما عندك مشكلة. لا اللي تولى أقوله. هذا حلقة الجدال بنطلع هون نحكي فيه. أيوة نعم. يقوم قوم للدرجة بالداعي النحية قاسي مشهور حاطي للزرقة والعام قاعد حاطي زين حد زين حد. انت برأيك خروج انت واحد من الموضوع خروج زين مرحبت بك وراني راح نحيي الضيف معك كبير. انا بحييك مرحبا بك. محمد هكا خروجه موضوع من مواضيع الأدب الشعبي الحساني. من رأيك أنكم أنتم كانوا قديم في الغناء والله والله عدلتوا أنتم الجيل الجديد من الشباب عدلوا فيه قدر من التطوير وخروجه قديم جانا حتى غير قط ندرس والله ندثار والله شيء وتوفوا واللي لدارك سنوات ما اللي رجعت الناس اللي لفته ما اللي عاد يقولوا قدر من الشباب كلهم يقول فيه شيء كلهم يقول فيه والله يقول نحكي لك مثل من ذاك. تفضل يقول فيه شريف السيد يقول في الشيء ما في يمول نجيك صرتك ذيك اللي متخطيك معيني فيك ولاني بيك متعلم ومقصر قيدي دون قاع ولا قطع ليك لحت العين ولاني غيدي لندور وقد نجوليك مالك حد منها اللي قيدي يلهمون يلهي قم ولانك عراد منت ولانك طب صهيدي ما انا عندي مانك زاد في قيدي عايشة من ديدي. زين حتى هو شريف السيد عايد انه واحد من اهل خروجه واحد من اهل الادب بصراحة من اهل الادب يا غير من اهل خروجه انا ما كنت اعلم بها خدعني بها. طلع بعد استضفناه في حلقة ماضية وكانت عن الغزل وذاك اللي قالنا قطعنا ما فيه ماني فاقد عن فيه خروج وبالتالي غير مغنيين. نعم 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 والله مستثمين عليكم ما جميل بالبرنامج
شكرا. عندنا إلى آخره يعني عادي يقول إلى عاد النادي عن هذا الزهد وعايز يمه ويمه لكن ما نجيب كامل وكامل زي الحتة جميل جدا أذكر زي الحتة جميل جدا. طبعا فيه طلبات متكرركم أنتم الضيف وأنا الاتصالات دائما ما نبغي نصادر طلباتهم لضيوفي. في واحد وجه لكم طلب في أخبار واحد قبيل قال شنو من خروجه قال لكم كم تحكون وطلع فيها ماجر حرور وهذا طاجين العراد طاجين العراد بوبر فيه ولاد وروفه كان وجهاد فطاجين محقين وليموه ماجد زاد وقناته كافين ومحمد الشفاع دارت فيه مسيكين من الحرور اللي قاع ما دارت فطاجين قطعا انه خلات خيمته. نعم 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 نحن معاكم تفضلوا. هذا المختار اللي ولد الملك. مرحبا بكم مختار. لا لا انت عارف احنا ايوه عندي طلعه عندي في المختار هي في خروج والله هي في خروج والله في الموضوع هي لا لين تعود في الموضوع لا تعود في خروجه لين تعود مدي ما هي في الموضوع مدي لا تعود مدي من خروجه فهم نعم تقريبا لا تفضل تفضل تفضل. يقول يتعجب اليوم اللي أنا سوّل والكلمة خاف مع عيات مشان قشرة عوام بيان دول. أذنيش الظهر حول حمدان قشت يجي مكان تنزل قشت أصبح طول الظهر معاني. زين حتى. وياك تبي كان تولي قشتات كان خان. زين حتى. زين حتى. شكرا شكرا جزيلا لك. نعم نعم انقصوا التلفزيون انقصوا التلفزيون شوي ما يصغر انقصوا التلفزيون التلفزيون خفضوا صوته شوي ما يصغر. ما شاء الله بخير تبارك الله. شكرا حياك الله. وزين عندي يحتاج امر دايج ابن بعد عنده ثقه في هذا الاسرع على الصلاه والسلام على خاطر في قالنا والله. وزين عندي مدير قال لي من قاجر والله قال لي قال لي قال لي في ماشي من بوبا وما في اكيد ما يبوا بعد يعود ما عاقب لهم بعد مرحه قطل المادي يبدون هم زين عندهم الرقاف اللي فيه بوفر والحرور وهم اللي يرعدوا قال بعد انا ما زين عندي العاد زين عندهم انا الحرور اللي فيك انا ما الحمد لله يا ما تجبرته غير بعد المادي غير بعد المادي زين عندي نفس من هل من امثله اخرى في خروجه سواء تعلق الامر سواء كانت انشاء والله انشادا تفضل. شاكل الدعاة من حر اللي تخطره وتغير في الناس المنكر وتذكر وتبين الحلال والحرام من منكر شفته عاد أكبر من مناكر الأمة بتمام. منكر عند اللي مولع به كلام حرام وعنده شام حرام وتبسامي واسيه تفو بيه اش نعمل لحرام. ذكرني هذا الحرام بمقول الواحد من الأئمة ودعاتهم
قال عن سوى عن حكم الهول، قال عن قال عندي فتي عنه لا الفنانين هم اللي واحد منهم متنهول عنه هو اللي دور يقول لك حكمه حرام بيزا طبعا هو هدفهم انه يضايقك يقول عنه حرام وانا بعد الفقيه ما قد قال اختلف معاه غير بعد شك عن شك عن حرام وهو الحرام اللي عنده يقهون ما هو ما هو واحد ما قال اسم نادر ما هو واحد والاحمد يورا معظم شعره كان كان فيه لا ما مقفي والله غزل والله فيهم اللي خروجوا من درا كان يستحضركم شي من شعره شعر احمد يورا طبعا في انتظار تذكروا بعض شعر احمد يورا ناخذ مكالمه نعم نعم السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا. أيها الكبار. ما شاء الله. نعم. قول أحمد يورا عنده طلعة فيها. نحكي لك. عند طلعة قبيلة حكيت علينا في البداية. رغنا في السعر بدي. أيوة. كرهني في التلمولع بي أيوة. لغنى تنجوليها بيه ما تبغيه مغرش عنها والشعر ما اللي ما تبغيه ما خارك حد شعر منها الله لا ما خارك حد شعر منها نعم نعم عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يتفضلوا نعم معاكم ما شاء الله بخير تبارك الله نعم معاكم تفضلوا محمد من هو محمد تفضلوا موضوعنا الليلة خروج في الأدب الحسني شكرا جزيلا لك ما تحفظ شيء في خروجه؟ فعند الله بعد شيء إن شاء الله في خروجه. تفضل. خروجه ما يغلب قال الله إنه ما هو عارف شيء بعد الحسنة. يا ربي يمر الصيغات وطلب تكير عالي لك برك أعطيني باب الحياة عاد الأسبوع كذا. وعاقب العجيلات المسكين وظل جرجر الحمار موجوع والمدرات السعر ويزحم دبر موجوع ولما تعني مصيب الاخر. الليل خرف الحمار نباكم من الصبح مبكر ونقوم نقاس الاحصيات لا يكرهكم بين البشر. نفكي زي والقريبات نحمق ونقوم كاكا وراني لك. قلبي وحدات تسعه والله قاع اكثر يميل قلبي وطيح وحدات زدت الراعي بالمجهر. مع الاطعمة للحياة الحياة معاك ما تقبل. زينت الله يلا انا شايفينكم انتم مقربين في الميكروفون شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك طبعا يبدو ان المستمعين يختاروا يدروا بدلوهم نحن ما نخلوا الحلقه توهم ما سمعنا شي من عيون غناكم فالادب الشعبي ونبغوه يعود المره ما هو حار حتى ولك من برود وقاع ما هو ممدوح ولا زين بيعود مظنن شوي ما نبغيك انت الحيل الرئيس وثقيل عندي فيه تواحيل الناس الدور الحل وقتن في الريم قبيل الرئيس استكحل وزرقها في الترحيل دور يرحل دور الرئيس يرحل ولا دور انت ترحل وقتن في الريم قبيل الرئيس استكحل وزرقها في الترحيل دور يرحل طبعا قلت المره الماضيه لتاه لبته عن خارج مصطلحات ما هي مزيونه حتى تكدر علينا ان قد يتعلق بالسياسه وخاصه يتعلق الامر بمصطلحات من قبيل دحسه نبات ونشرات الاخبار من قبيل الاغلبيه والمنسقيه والرحيل وهذا ما شاء الله انه غير بعد هاي طلع بعد غزليه حق نعم تفضل نعم وعليكم السلام مرحبا قناة الساحة والله راني شايفك من البرنامج والله اللي شكرا جزيلا وطالب قاعد يعرف معنا هذا البرنامج زين شكرا ودوركم بعد عندي اقتراح
احنا عندنا زين يا الله يعود منصورين صاير زين نحن تراث نحن الحقيقي تراث نحن الحقيقي ايه فراشنا صاير قران وظن جديد ايه حصاره من مركبه ولا حصاره من مركبه ولا حصاره من جريد ولا ايه لا حصاره نحن ها يعني عند البرنامج ايوه والله زرعنا لا حصاره نحن المريكا برامجه؟ عند برنامج مسويتكم عن قضيه عمال وزاره الداخليه الماليه هذا بعد الموضوع قبال شفتي هذا هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة فهمتي موضوع حلقتنا هذه الليلة هو موضوع قبال عمال وزارة مالية وزارة المالية والله وزارة المالية هي وزارة المالية هي وزين وزين هذا موضوع بعد حلقتنا بيني موضوع حلقتنا الليلة انت سمعتي موضوع الحلقة من البداية ايوه يا مشاور هذا لين يعود الضيف عنده شيء قط قالوا فيه ها ندرس ايوه زين شكرا جزيلا لك شكرا يبدو عن المشاهده فاهم الموضوع ومن بدايته كانت مساهمه في حد مشاركه وما ادري نسولك عن شركه الصين اكس اللي كانت غنتها اللي اثارت صفقتها جدل واسع طبعا يدور في هجاك انه ما في الموضوع غير هذا هو الطريقه اللي يقبطون انتم في خروجه اللي نعد نستمع الطلعه من البدايه تعقب تجيبون موضوع اخر طبعا عندي بقى طلع عن الارهاب الارهاب في نفس الموضوع ولا نفس الموضوع طب تفضل تفضل الارهاب اشطند العالم زاد 200 اكس اخبار الارهاب اشطند العالم زاد من الشطنه ما هو معتاد بلادن يعطيه المراد شطن وهزه هزه حيه نصر الله شطنه ومن وتاد الإرهاب اللي علوانية والمقاومة والجهاد شطنه وشطنه هنية وشطنه من هذا تفقاد الزرقاوي والكورية وحمد نجاد حمد نجاد مهدب النووية والإرهاب العالم لاحق عاد في بليده ماذا هي وأنا بعد الرب حمدته الإرهاب وذيك الحيثية ما شطنوني يا عمي نتو لا لحقت فيه الله يلها الله يلها شفت هذا انتارك في هذه الطلعة أجبت هذه المشاهدة على موضوع عمال وزارة المالية الجورنالية اللي كانوا فيها طبعا موضوع خروجه هو موضوع كثير في الأغنى حتى موضوع تبرع حتى في التبرع نسمعوا الناس رقود وانا نتخمم في المشحود وانا نتخمم في المشحود معناها موضوع آخر يختلف عن الموضوع دي الناس رقود وانا نتخمم في المشحود نعم لا انت شي ما هو ذا الشيء يعني من حلي نعم مكالمة نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برنامج والله برنامج خروجه وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته موضوع البرنامج شنو خروجه حد يحكي طلع خروجه في الأدب الشعبي الحساني أو الخروج عن الموضوع ما هذا مشكلة تفضل عندي طلعة في القضية تفضل لدي من الزوجات ما هي كيف تلغيها أيوة كريم وقال من مراد منهم وشد حديث أمه لا تورى في الميعاد ولا توقف وتعب فيك ولا تخاف من حوش ولا توعد بحربي ولا تشرب لبن البوش ولا توكل لحم فيه زين حتى شكرا حمد لك نريد أن نستمتع ببعض عيون الغناء الشعبي طبعا يسوى علينا إنشاء ولا إنشادا زين ما نبغي لا نحكو في المجال نعرف عني شتو سار ديار الرئاسة الكبار والصندوق وبرج المطار ودار السنيم ودار النسيج وشفت تراكيب الدار السمار وشفت وجيت السفارات الخليج
شفت أضواء وديار التجار تمعي بهم تنتواهيش تفرغ زينة وديار تبارك الله الوزارات وجيج فرقه والفتح والانصار والمعرض في أيام الترويج شفته غير ولاه تطوار ولا قصدي يطفقني الهجيج ما يفتزين عندي من دار خلفت بين نواصي خديج زين حد الأستاذ عبد الله السالم عبد الله السالم معلا عبد الله السالم المعلا من أساتذة الأدب ما شاء الله في كل المواضيع اللي مرت بينا وأنا أملي أننا نستضافه في حلقة مستقلة من حلقات رغمة زيت طبعا فيه مكالمة جديدة نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يلا حق بعض تفضل رايك مبارك حال قرار هدى أذكر سبك مني كفرور ها؟ تعلم مبارك حال قرار هدى سبك مني كفرور ما سمعتك اسمك كريم؟ لا إنه مبارك حال قرار هدى كفرور جلال بلال ها؟ نعم معك؟ بالتراك سلكت من خروجك ها موضوع الحلقه انت تعرفه رانك قاعد للاسف سلكت من راسك طبعا لماذا المشاهدين كل ما اسمع لهم خروجه كل ما كان تنفر منه الاسماع ما يبغوا الروايه خروجه وانتم المغنيين معدلين الروايه كبيره ومعدلينه شنو السبب ولدب لدب في شيء يعود يخص بالنخبه اكثر من مشاهدين كان ايوه ولانه هو اكثر هو عليه غلال هو على النخبه من طبعا العاميه كامله طبعا عن طلع خروجه هذا اللي ذكرنا طبعا ينقال في الحديث العادي تمام معقول انك لا تقول لقاش عنك اليوم مشيت اليوم في تاكسيين بلاصه وذا كامل غير قال ما هو عينك عليه عنك ما مشيت في تاكسي عينك عليه مثلا انا شفت العراد والله شفت فهم هذا اللي انت تقوله في نص عادي الناس يقول عنه مجنون يا غير انت تقوله نص شعري وطريف وظريف لا يعود عنده قراءه اخرى وبالتالي عاد عندنا موضوع جديد نقال له موضوع هو شفت خروجه اولا يعالج موضوع معين شفت انا هاي طلعت الارهاب عالجت فيها اخبار الارهاب اخبار حركات والمقاومة والجهاد والسامي الرؤساء واخبار السلاح هذا كامل شد روايه مهمه لا يتعقب يا غير لا يتعقب يا غير دائما هو اللي فاجئني فيه انك لا يتعقب ملاه دائما يعقب يقول يا غير ايش يقول البيضان عنها؟ استثناء يقولوا عنها والله استدراك والله يقول واحدين انها تفسد ما قبلها كيف لكن في الشعر العربي معنى انك اللي كنت كامل دور تعالج ما هو عنك عليها اللي كنت انت دور تعالج دور الموضوع اللي وراه هو هم عندك قاع من ذا كامل ذا الموضوع اللي سابق ومهم غيرته هم عندك الموضوع اللي شيء تشويق نعم مشاهد نعم عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله والله نادي هم في العرض من خروجه أستاذ من الملودي وملاها العرض مستاي عرض هي من خروجه لا يا نادي تسمع ماني من جديد وطيبة من تحديد غير أخرى وقاعة عقيدة في عرض ممر قبتك مبيع حميد لا حق منه العمر حميد يجي العمر وعمر أنا والغيط على الزمنة قبت الشهر زين حتى هاي طلعت منه ولد هذه نحكيها غلط نحكيها زلانة غير منها ما قد سمعت منها زينة بعد حتى انت شو ما عندك خروجه انت شو ما عندك هذا الأدب الراقي اللي خروجه. اللي ظريف وطريف وهو خروجه هو من خروجه اصلا اللي ما هو محبب عندكم انتم للحسانيه ما هو محبب عندك انت انا محبب عند الحد كانك ما تحكوا فيه لا انت بعد لين ظلك نوخذ بيك بعد شور السياسه والله شور الاقتصاد والله شور موضوع اخر ها ما ادري زين عندك سياسه فصار عنك انا بدي اعلن لي هذا من باب خروجه حالا ما ظلك لين مشوارك عن خروجه
ما ليت زين عندك ليت تقول للناس مجانين تموا ماشيين في موضوع الأغنى وشادين أخبار الأغنى لين قاموا شادين أخبار الانتخابات خروج الأغنى قاعد قام شكرا جزيلا. طبعا خروج يبدو أنه عنده شعبية عند المشاهدين فعل العقلاء مصر تاني لعبة ذي. طبعا أخيرا الوقت بقي 4 دقائق 5 دقائق نريد هذا الوقت الباقي تتحفون ببعض طلع من عيون أغنائكم طبعا كله عيون ثقال شي قط ثقال عندي فر من أحوال الدنيا الجلال تلفنت البارح قط لغلغيد التحجال لنوبة مستغبط من القاهي المتين منين حكمت الخط ومقطوعة كلبين قال كردية قط والله اللي نفقر ومزين أنا يا عربية فاصل فيك وبي لي أتفون مريه هي سبت الكتيل عادي فوت عليا وقت معاها المقيل فرديد وفمجية مرات يفوت الليل من جيها متغبي في بلدها بين الجيل واسترني يا ربي بسترك الجميل هذه قالت اللي تمكن عنها ملقاها في النهار بلا مول هذه طلع من نكتة قالت اللي تمكن عنها ملقاها في النهار بلا مول وعن حد بهم وفيها في الليل جيها ونقول أنا من جيها عن نفية ثقيلة نظل نحانيها منين يروح الليل يروح في عينيها الله لي من زينة مديت ايدي ساعي في اللي بيه ضياعي من شدة تلياعي وفطن لي حد فيهم وعدت نعد أصباعي كيف ما نعرف كم هذا تأمل طبعا هذا التأمل دائما الشعراء العرب والشعراء المغنيين يتحدثوا عنه مسامرة الليل مسامرة بس نرجع الموضوع شوي نقولوا فيه موضوع العقلنا موضوع خروجه كل بلد فيه حكيت لغنى فت وغنيت وملي فت مشيت زاد على عرض طول وفي بلد ما قط هنيت كل بلد فيه نجول وقت شفت غلانة اتخرص ونقول عن ذاك كنت انا واحد فيه الفضول للأسف ذاك كنت انا واحد فيه الفضول من باب خروجه من دراكانكم قطك عدلتوا قطاعات والله قطاعات قطاع عندي قطاع لا طبعا قطاعات ما هم موضوعنا غير نحن موضوعنا خروجه احكي قافين في مجال مزاح نقول صاحب لي نقول له قلت لنا في اللي سبق عنك ما توكل مارو وفقراش والشركاش وكلت وظهرك وكال مارو والشركاش يقول لي هو ما خليت انت ذاك يفوت وما اللي ما خليت باش نعرف كانوا مارو الحوت والله كانوا في الشركاش انت بعد بعد هذا قطاع التلاميذ تعرفه قطاع التلاميذ زمن فيه من دراك كان فيم طلع من عيون أغناكم في الغزل سؤالين طلع حار المرة ما تريد تقيدك في القبلة في القبلة غيدات تبسام هون طلع في الجهات الجهات من الناس يختصرهم في هشيهم في 4 طلع الجهات تل وساحل وقبل وشر الجهات نقول اختصرت خلي بعد المكرمة تحكي لنا قصة الجهات والله علي عود المتصل من جهة ما هي جهتك نعم جهة من فوق نعم تفضلوا نعم احنا قدرت ما شاء الله معاكم تفضلوا الجهات كم برأيك ياك نسوي لك سؤال محدد كم الجهات جهات الأربعة قبلة وساحل وشرق وتل فم جهات فرعية اللي هي قبلة ساحل وقبلة شرق وتل شرق وتل ساحل نقول في القبلة غيدات تبسام اللي وافي عنهم الكلام وفي التل وفي الشرق اللي يرتام منهم واللي ما هو زاحل منه في الساحل يلقى السام الساحل الصادي والله بلا صخرة هم قاعد لا مراحل غير أنا مش ما يختل نبغي من تداه واحد عن غيدات القبلة والتل والشرق وغيدات الساحل نعم كنا نوع ليلة نعم خارج ما شاء الله بخير تبارك الله معنا قناة الساحل معنا مهنا الساحل شكرا 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 صوت حامل
موضوعنا لهذه الليلة هو موضوع الغناء، وإذا عاد عندك شيء في خروج وقول هنا. تفضلي. ما شاء الله بخير تبارك الله. أحاول مكان الشغل أحسن. ها؟ أنا أتكلم عادي بسرعة وأتكلم عادي. نتكلم معك تفضلي. تفضلي. أنا دور الصحافي. أنت الدور الصحافي؟ أنا قلت لك حاجة أنا بسألك. ما شاء الله بخير تبارك الله. ألو؟ نعم معك تفضلي. أنا ساكتة في البرنامج. شكرا، الاسم الكريم؟ معك منعم سعدي. ها؟ معك منعم سعدي. تفضلي. شكرا منى. وش ما سي عندك الحلقة الليلة؟ معك منعم سعدي. منعم تساعدنا، شرفنا بك. وش ما سي عندك الحلقة الليلة وكل الحلقات البرنامج؟ زين الحلقة الماضية والحلقات كلها جميلة ورائعة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هو عندك طلب للضيف؟ عندك طالب للضيف؟ شكرا للضيف راني ساكت الحمد لله. شكرا لك شكرا لك شاكرينك بالنيابه عن الدباء المرتاني. طبعا بداتونا ببعض الطلع والوقت ما ترى من عيون لا ينحكوا شيء في النسيب. حد اصلو يعرف حي حسي سيلوم ولارا عنده حي وفتنهن ديره لن شوي والحق تنهن ديره قفار وتنايمش ذاكي دار في ري العين وذي دار إلى دار بالتفقاد في حاسي سيلوم وتنهن ديره نوبة الأعمار إلى ما وحد القيوم طارح ذاك التوحيد العاء. طبعا النسيب كان هو ياسر ياسر من الأدباء الشعبيين. الدار القبلية دار القبلية ولا قاعد تلية دار القبلية من زير الدنبية ولا قاعد تلية وماتي بالتقاع ثنتين علي عاد وقد التلياء. غير الدار اللي بين الغرقة وبالأفراع في التلياء ثنتين تعدلهم والله قاع والله قاع والله قاع. هذا الشيخ المكين على ما أعتقد الشيخ المكين. والله قاع والله قاع تزيد. نحن كنا ندور وشي اللي يقولونه هو صهونا أجل عن خروجه يا غير والله قاع خلي الشي بعد فهم ذاك اللي خلي ما تقدر تقوله هنا والله قاعد تزيد تزيد. دغنا مفتوح وتوم جوامع الكلم. أخيرا طلعتين والله ثلاثة تحكم علينا بسرعة. طبعا ما أنا مقيدينكم نهاية البرنامج هو مجرد استراحة سواء كان إنشان ولا إنشادا ما عندنا مشكلة. إنك في الأسقام مشتدة والتخمام في هذه الأيام على اللي عم اشتد وعلي من الهمام اللي شد على شد ولي عاتك العراد فيانا ما تنعد وجوني واحدة زاد واحدة وجوف بلد. نعرف عني يقولوا عنه واللي القصرين ده عنه نعرف عني قطيت بغيت لغياد وغنيت في البتيت وفي الأشوار مولي غنيت وفي البلاد ارتد غناية. واليوم على راسي وليت ساوق مجات المناية. غفر لي ما حد موجود غناية ينقال حذاية وغفر لي زاد منين عود غناية ينقال وراي زين حد الله يلا زين. إذن نحن في نهاية هذا البرنامج. طبعا برنامج تمتعنا بمجالستكم وخاصة عن الموضوع كان موضوع ربما ما قد طناول ياسر من مرات موضوع خروجه اللي وصلنا حاولنا من خلال هذه الحلقة عن نحوله من موضوع اصلا مذموم عند في الحسانية العادية لموضوع شيق عند المغنين. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني الا ان اشكرك على هذه الحلقة الممتعة وعلى هذه النصوص الجميلة كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. الى اللقاء.